الغصب يترتب عليه حكمان تكليفي هو الاثم الغاصب اثم وكل ان يمر وهو غاصب يرتكب اثما كل يوم يمر فهو يوم واثمه عليه ثانيا هو ضامن لو تلف الشيء في يده هذا الكلام مر الغصب هو الاستيلاء على اموال الغير والاستيلاء يختلف باختلاف الاشياء غصب كل شيء بحسبه هناك اشياء منقولة تحمل غصبها بأخذها واحد يسرق له زولية شون يغصب له زولية شون يغصبها يشيلها شالها هذا غصب لها الأشياء المنقولة هناك أشياء لا تحمل عادة ممكن تساق تقاد كالبهائم اجلكم الله يجي شخص يسرق يغصب فرسا كيف يغصبها؟ يشيلها للفرس يحطها على ظهره لا مجرد انه امسك الرسن ومشى وهي مشت وراءه هذا غصب لها هناك اشياء لا تنقل ولا تقاد أو تساق منزل مثلا المنزل شلون يغصبه وما يشيله يحطه على ظهره ويمشي ولا إلى حبل يمسكه للمنزل ويسحبه وياه مجرد أنه سيطر على المنزل صارت مفاتيحه تحت يده بعد صاحب المنزل ما يقدر يدخل هذا اجى واخذ المفاتيح من صاحب المنزل خلص سيطر هذا يعتبر غصبا للمنزل وتترتب عليه احكام الغصب فغصب كل شيء بحسبه حسب الوضع الذي يناسبه هذه مساله مساله اخرى تاره يضع الانسان يده على اموال غيره وهو يعلم انها اموال الغير ومن دون رضا ذلك الطرف فهذا هو الغصب كثيرا ما يضع الانسان يده على اموال الاخرين وليس له حق في ذلك لكنه يجهل وهذا في بعض الاحيان في بعض في اذا لم يكن له حق في ذلك يضمنه وذلك يتحقق في القضايا المعاوضيه التي فيها عوض ومعوض بعباره واضحه البيع مثلا البيع اعطاء لشيء من احد الطرفين لكن لا مجانا مقابل ثمن الاجاره اعطاء منفعه من قبل احد الطرفين للاخر لكن مقابل اجره الزواج المهر المهر يعطى للمرأة لا مجانا مقابل علقة الزوجية، المرأة تعطي للرجل مبلغا ليخلعها ليطلقها طلاقا خلعيا، تعطيه المبلغ لا مجانا. وانما مقابل عمليه الخلع وهكذا كثير من الاموال تعطى او البضائع تعطى مقابل شيء اخر معاوضه فاذا كانت المعاوضه صحيحه جيد انتقل كل شيء الى الطرف الاخر كثيرا ما تكون المعامله باطله فاسده مرت علينا شروط كثير من العقود في البحوث السابقه البيع يشترط فيه كذا وكذا الاجاره كذا وكذا شروط كثيره مرت فاذا فقد بعض الشروط كانت المعامله فاسده كثيرا ما الناس ما تدري تجري المعامله الفاسده وهم لا يعلمون. فيستلم هذا يستلم بضاعة وذاك يستلم اموال على اساس ان هذا بيع وهو في الحقيقة بيع فاسد. هنا ربما ما يكونون اثمين ما يدرون لكن يدهم يد ضمان يعني بعدين لو عرف عرفوا بالقضية وما رضوا هم يريدون عقد صحيح احدهما لم يرضى فاذا هذا الشيء اللي ماخذه ما تالف بايده يعتبر ضامن يعني كمثال واضح الحين شخص يروح للبورصه يشتري اشياء تكال او توزن ثم يعود فيبيعها من دون قبض ومر علينا أن بيع المكيل والموزون قبل قبضه باطل. شنو يعني مكيل وموزون بالبورصة؟ أكو مكيل وموزون؟ نعم. المكيل، البترول، النفط يشتري كذا برميل نفط هذا كيل. البرميل كيلون. الجالون كيل. لتر كيل شيل مو وزن أه فيشتري ألف برميل نفط مثلا إذا في أنا ما أدري هنا في البورصة أكو نفط يبيعون أيضا أو لا ربما بالبورصات الضخمة أقوى شكل شيء يشتري كذا برميل نفط زين هذا مكيل بعدين شوية السعر يصعد يبيعه هو وين النفط انت استلمته يقول لا وانا اصلا ما شفته ولا شافني كتبوا انه الك الف برميل نفط ورد باعها هذا صحيح البيع لا باطل لان ما قبض مكيل يشتري موزون يشتري ذهب فضة ناكل اي شيء نحاس هذه كلها مكيلة كيلو ذهب عفوا موزونة كيلو ذهب عشر كيلو وات فضة خمسين كيلو نحاس ألف كيلو حديد هذه كلها وزن تعتبر يشتري هالأشياء ويصبر حتى سعرها يصعد يرجع يبيع هذا البيع باطل لأنه بيع موزون قبل قبضه نعم المعدودات يجوز بيعها قبل قبضها معدودات مثل ايش الاسهم في البورصه اكو اسهم يشتري الف سهم من الشركه الفلانيه او يصبر صعد سعرها رد باعها هذا يجوز لان الاسهم لا هي مكيل لا هي موزون في اشياء كثيره معدوده يشتري عشره الاف كارتون بيض مثلا او يرد يبيعها هذا شيء معدود عملات يشتري كذا كميه من العمله الفلانيه ويرد يبيعها مو لازم يستلم حتى ورقه مو لازم يستلم لانها معدودات زين الحين انت قاعد كذا بالبورصه او اشتريت كيلو وين ذهب وقاعد يمك صاحبك شوية صعد سعرها قال لك قلت له تبيع تشتري قال لي اشتري وسلمك الفلوس هذا البيع باطل انت ما تدري صاحبك هم ما يدري اخذت الفلوس جيت البيت بعدين عرفت انه هذا البيع باطل شي يصير شي يصير تتصل بصاحبك تقول له عمي هذا البيع كان باطل انت راضي حتى لو باطل ممكن يقول إيه راضي خلص انتهت المشكلة أما لو فرضنا قال لا مو راضي وممكن ما يرضى ممكن لأن يمكن عقب ما طلعت برا دفع لك مثلا عشرين ألف دينار على الكيلوين عقب ما طلعت نزل سعر الذهب صار خمسة صار يضرب كفا بكف من خابرته وقلت له البيع باطل شاف هذا فرج عظيم جاءه قال باطل خلص جيب فلوسي ما اريد ذهبك مثلا وقد تنعكس القضية أنت ترجع البيت ومرة واحدة يقولوا لك بعت بعته بعشرين ألف صار أربعين ألف فلما تسمع أن هذا البيع باطل يفرح الإنسان يروح يقول له عمي هذا البيع باطل بطلنا أخذ فلوسك وجيب ذهبي كثيرا ما كثيرا ما تصير هالشكل قضايا اللي البيع يكون باطل ف هذا الطرف يستلم اموال او البضاعه يعني مو بالضروره الاموال في البضاعه في تسليم البضاعه يكون هناك خلل في البيع مو معين مثلا كمثال كمثال الاشياء التي تكال وتوزن ما يصح بيعها جزافا جزافا يجيبون سمك يصيدون سمك ويجيبوه يكوموه ويقولون سمك مختلف بانواع مختلفه صايدي يقولون هذه نسوي حرج نحرج مزاد مزاد على هذا السمك يلا يبدا المزاد من عشر دنانير ويصعد واحد يشتريه ب دينار زين هذا اذا واحد يساله يقول له هذا كم كيلو يقول له والله ما ادري شنو انواع السمك البي انت فحصته فتحته يقول ما ادري اخذ البيت واشوف شي يصير بعد هو وحظه لو يطلع يسوى خمسين دينار لو يطلع ما يسوى الحين شراء هذا البيع صحيح لا باطل كبيع باطل لأن السمك يوزن وقد اشتراه من دون وزن إذا هم متراضين فرضنا هم دارسين المسألة سامعية قال له عمي شوف هذا السمك أنا أبيع الكيات جزافا بس ترى هذا البيع باطل مو بعدين ترجع وتقول لي بطلت وما بطلت تقول لا انا راضي خلص اذا راضين محلول المشكله جزاف يعني من دون من دون كيل او وزن قوترا نسميه اي تعبير ما شئت فعبر اي إيه؟ هو هذا هو هذا اللي قاعد نقوله ولهذا يعبرون عنه بالجزاف، هذا تعبير ماشي جزاف يمكن ما ادري يعني اللي يبيع السمك ربما بعضهم بهالطريقه ما ادري. على كل حال فبيع السمك مثلا جزافا من دون كيل او وزن باطل. نعم احيانا مو حرام انا قاعد اقول هذه مو شغله محرمه لكن باطل البيع باطل ويترتب عليه انه عقب ما دفعه وهذا اخذ السمك وذاك اخذ الفلوس هذا من اخذ السمك فتح شاف لا هذا مو شيء مثلا وزنه شاف خلاف المتوقع هو حاطب بباله 10 كيلو وطلعت خمسة مثلا سمكه ليس كما ينبغي ما عجبه مو راضي الحين يمكن ما يدري يقول والله انا لو ادري شان ما اخذت له السمك هذاك يسمع هذاك عنده خبر ان البيع باطل يجوز له يتصرف بالفلوس ما يجوز له او مثلا هذا يدري لاخذ السمك ان البيع باطل هذاك ما يدري هذا من اخذ السمك فحصه شاف انه نوع جيد يسوى اكثر من السعر الذي دفع فيه بحيث يدري يحتمل لو يروح يقول له ذاك ترى هذا طلع سمك فاخر انواع جيده فيه، ذاك يقول له جيبه عمي جيبه هذا غالي انا بعتك اياه رخيص مثلا الا يكون تراضي والا فالبيع والشراء باطلان زين؟ ها احيانا بعض الاشياء تباع بشكل كيل الربيان ينوضع بسلال هذه السلة تعتبر نوع كيل أكو سلة صغيرة سلة متوسطة سلة كبيرة قد نعتبر السلال نوعا من أنواع الكيل فلا بأس مصنوع أو كتلة يبيعون باب ما يحتاج يعني الباب معدود وليس مكيلا او موزونا زين الحين محل الشاهد هذا الحكي كله كان مقدمه لمسالتنا هذا الشخص اللي اشترى هذا السمك جزافا واخذه للبيت وطبخه واكله، قلاه واكله. عقب ما اكله بالمناسبه هاي اكو اشياء احيانا نطلع يمين شمال فيها فوائد. السمك في الروايات مذموم مذموم وبشده، عده روايات تنهى عن اكل السمك وان فيه ضررا. وأن الذي يأكل السمك ليلا وينام والسمك في جوفه ممكن يصاب بالشلل بالفالج زين هذه غير شغلة طلعت حلها شنو إلها حل حلها مختصر مفيد يأكل فوقها تمرة أو شوية عسل إذا أكل الرواية تقول ذهب ضرره ابن الأعسم ينظم هذا المعنى هذه هي الروايات قاعد أقولها ابن الأعسم رحمه الله شيخ محمد علي ناظمها يقول والسمكة اتركه لما قد ورد من أن أكله يذيب الجسد ما بات في جوف امرئ إلا اضطرب عليه عرق فالج فليجتنب لكن من يأكل تمرا أو عسل عليه عنه ذلك الفالج زل إذا أكل فوق تمر أو عسل الفالج راح عنه المرض اندفع عنه عموما هذا اللي اشترى السمك وراح يأكل هم تمر مثلا جاب للبيت قلاه وأكله وبعدين شاف صاحب صاحب اللي باع السمك قال تدري هذا شلون سمك فاخر كان أعطيتك عشر دنانير وأخذته طلع يسوى عشرين دينار قال له أنا هم افتهمت أنه هذا البيع باطل أنا وصلني خبر هذا البيع الجزاف باطل هذه فلوسك عشرتك تضمن لي تضمن لي قيمة السمك ايش قد يسوى عشرين جيب عشرين هذا اللي نقول ضمان في في حكم الغصب من جهة الضمان لا من جهة الإثم إثم ما في إثم ما في ما كانوا يدرون لكن يضمن وبالعكس هذا من أخذ السمك ووداه البيت طلع مو مو زين لا يساوي عشرة دنانير أجل ذاك اللي باع الهيا قال له هذا عمي سمكك مو شي قال له أنا بعد بعتك بالنتيجة شي أو مو شي أنا بعتك قال له انا رحت سالت وقالوا لي هذا بيع السمك الجزاف باطل جيب عشرتي قال له عشرتك صرفتها راحت صرفته جيب غيرها بدلها انت ضامن انت ضامن يقول له ما كان عندي خبر صحيح ما كان عندك خبر فلا اثم عليك لكنك ضامن الضمان غير الاثم الاثم شيء والضمان شيء اخر هذا الحكي نفسه يجي في الاجاره شخص استاجر مكان وقعد شقة بيت أي شيء دكان وقعد وعلى أساس مثلا بالشهر 200 دينار وعقب ما قعد ستة شهور سبعة أشهر تبين هذا السعر غالي كان مثلا يجي يقول له هذا عمي أنت شنو هذا 200 دينار أعطيتني إياه يعني أنا حصلت ب 150 دينار مثله يقول له احنا اتفقنا هذا عقد عقد إيجارة يقول له زين احنا عينا مدة سنة سنتين لا مو معينين الإجارة باطلة باطلة فيقول لها الميتينات اللي أخذتها مني قوترة كانت تأخذ على مية وخمسين أجرة المثل وترجع لي خمسينات ها الغبن لازم يكون الفرق فاحش الحين ليش نقول مية وخمسين حتى لي نقول هذا هم كثير لا قل لقيت ب وثمانين مثلا اللي الفرق قليل الغبن لازم يكون الفرق شديد ش... أ... لقى يأجرون مثل هالدكان ب دينار هو ماجر له اياه دينار هذا الغبن والا اذا الفرق بسيط مو غبن عموما أ... عموما نفس الحكي يجي في الاجاره اذا كانت فاسده في النكاح اذا كان فاسده شخص تزوج مره واعطاها مهر بعدين عرفوا العقد شان باطل لسبب ما هي هم اخذت المهر وصرفته صرفته وعقب يومين راحت شرت اغراض بي كذا اي شيء سوت عقب يومين عرفوا هذا العقد شان باطل شلون باطل افرضوا مثلا ما قالوا فيه الصيغه العقد النكاح عقد النكاح يريد له صيغه زوجتك نفسي وقبلت ما كانوا يدرون قالها ترضين تصيرين مرتي قالت لي ارضى قالها انا ام راضي بناهم يصير هذا مثل البيع والشراء مثلا عقب يومين قالها لا عمي هذا عقد باطل كان احنا المفروض نقول صيغه الصيغه ما كانت مضبوطه او مثلا البطلان لسبب اخر آه افرضوا مثلا متزوجها بعدتها مطلقه وبعدها بالعده والعده مو خلصانه ما يدرون يجهلون المسألة اجوا اجروا العقد وسلمها المهر هي ام راحت صرفته عقب يوم يومين عرف ان العقد فاسد يقولها رجعي لي المهر تقول انت اعطيتني يا بيدك يقول واذا اعطيت يا بيدي هذا العقد باطل هذه الفلوس اندفعت مقابل مقابل عقد زواج عقد الزواج ما صار نفس الحكي امثلتها كثيره اذا واحد يجي يحكي ما يخلص الحكي لكن بشكل سريع يعني مره تقول لزوجها اعطيك فلوس طلقني هذا يسموه الخلع طبعا كمساله شرعيه الزوج مو ملزم ان يرضى مو ملزم اذا قالت له مرته تعال طلق الطلاق بيد الرجل الحين صارت تعرض عليه تغريه بالاموال صارت تكثر تكثر الى ان بعد قناعه شاف زين المبلغ اللي قاعد تعطيه يا زين قالها يلا فخلعها خلعها مقابل هذا المبلغ ثم تبين أن هذا الخلع باطل ليش باطل؟ أحد أسباب البطلان الخلع مثل الطلاق يريد له شهود عدول ما كانوا يدرون هم بالبيت بيناتهم قالت له هذه فلوس تتنازل عن مهرها ما أدري شنو حتى يخلعها هو هم قالها ما يخالف هو بالحوش بينه وبينها قالها أنت مختلعة على هالمبلغ واستلم منها الفلوس مثلا وراح صرفها عقب شهر شهرين عرفت هذا الاختلاع باطل لازم أكون شهود كذا تيجي تقول رجع لي فلوسي بعدها مرته ما, ما خلعت إذا قالها أنت أعطيتيني إياها وأنا صرفتها ثم ماذا أنت قبضتها من دون وجه حق ما كان لك حق فيها وإن كان جاهلا ما كان يدري لكن بالنتيجة قبض مالا من دون وجه حق فيلزمه إرجاعه وعلى هذه فقس ما سواها يعني ممكن واحد يجيب له مئة مثال ألف مثال في هالأمور هذه اي او يسوون مره اخرى عقد جديد مثلا يجرون معامله جديده معاوضه جديده فالامثله كثيره في كل مورد يوجد توجد معاوضه وتبين لسبب من الاسباب ان المعاوضه باطله فهذا القبض والاقباض الذي حصل من الطرفين يعتبر باطلا ولا بد من الارجاع وصلى الله على محمد <applause>